مرحبا بحضراتكم. الفقره دي هنتكلم فيها عن منتخب الساق الواحده، واللي اكيد بدات بتحديات كبيره جدا، فكره ان احنا نثبت نفسنا ونتالق ونخلي الناس كمان تركز معانا وتؤمن بينا ونحقق بطولات وعندنا لعيبه بتاعتنا تروح وتحترف في الخارج. لا، حاجه يعني عظيمه جدا. خلينا نرحب بالبطل بتاعنا واللاعب محمود عبده، كابتن منتخب مصر للساق الواحده. صباح الهنا. صباح الفل. انت جاي من تركيا قبل الزلزال يعني نفدت. لا لا، بعد الزلزال على طول. بس مشيت قبلها صح بيوم. ايوه الحمد يعني لله. يعني ما حضرتوش هناك؟ لا، انا حضرت الزلزال، كان عندي ماتش هناك وفي منطقه الزلزال والماتش اتاجل بسبب كسره التلوج وكده، وبعد كده بقى مشينا قبل الزلزال بست ساعات بالظبط. دي كانت هتبقى تجربه قاسيه يعني، متفرده الحقيقه. الحمد لله على سلامتك. هي الله يسلم حضرتك، هي فعلا تجربه قاسيه جدا، لان احنا مع الاسف فقدنا 4 من زملائنا في نادي مالاطيا سبور. مالاطيا من اكثر المدن اللي تضررت. تضررت هي وكهرمان مرعش. طبعا طبعا. الله يرحمهم يا رب. اعداد كبيره وكانت حاجه صعبه جدا الصراحه. الموضوع كان صعب. الحمد لله على سلامتك وقدر ولطف. الحمد لله. وطبعا عايزين بقى نتكلم معاك عن يعني اخر المستجدات في منتخب مصر للساق الواحده. احنا بص هنتكلم معاك عن البطولات وعن اللي فات كله، وكمان في زاويه ما تقلش اهميه وممكن تبقى انت كمان تزيد في اهميتها. خلي بالك يا محمود ان انت شخص ملهم لناس كتير جدا، وفي كتير من الاسر ممكن يكون عندهم اولاد ربنا انعم عليهم باعاقه ما ايا كانت ايه هي، والاهل دول قبل الاولاد نفسهم ممكن يبقوا فاهمين ان دي النهايه، في حين انها ممكن تكون نقطه انطلاق لبدايه جديده تماما ينتج عنها بطل زي ما حضرتك منورنا كده. ربنا يخلي حضرتك. نبتدي من انهي جانب تحب؟ انا عايز ابتدي من ان انا جايب بطاقه ايجابيه كبيره قوي بعد فوز صديقي مارشين اوليسكي لاعب المنتخب البولندي بجائزه بوشكاش لافضل هدف في جائزه ذا بيست. وهو لاعب في 2022. ايوه كان جون حلو قوي قوي قوي. يعني شفناه الفيديو. يعني انا مبسوط جدا وسعيد ان لعبتنا بدات تاخد الاهتمام اللي تستحقه. احنا عندنا مواهب، عندنا حاجات جميله جدا، وعندنا اراده وشغف وبنحب الكوره. الكوره كل الناس بتحبها، بس احنا عندنا شغف كبير. عارف يعني يا استاذ كريم ان تبقى لاعب بساق واحده وعكازين، الموضوع مش سهل. الموضوع طبعًا صعب جدا طبعًا ومحتاج طبعًا اراده وعزيمه طبعًا من حديد. طبعا حقيقه يعني. لا، الجول خطير. الجول جميل جدا، وانا مبسوط جدا لمارشين وباركت له وهنيت له، وهو تواصل معايا وشكرني جدا، و بنتطلع ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا ماتش دولي ودي ما بيننا وما بين المنتخب البولندي لاستعداداتنا لبطوله امم افريقيا. بنتطلع ان احنا نشوفك انت كمان إن بتحصل على جائزه بوشكاش ان شاء الله في مره من المرات اللي جايه. انا حلم من احلامي ان انا الاول اجيب جائزه كاس العالم لمصر ان شاء الله. دي من اكبر احلامي ان انا اعمل حاجه لبلدي. انا يمكن دلوقتي كل المستجدات بدات ان احنا تم انشاء لجنه داخل اللجنه البرلمانيه لاداره ملف كره القدم للساق الواحده في مصر. كويس. من الاستاذ البشمهندس محمد عادل حسني، الاستاذ ساره سمير، البشمهندس خالد عبد الحفيظ. وبالمناسبه البشمهندس خالد عبد الحفيظ هو كمان امين صندوق الاتحاد الافريقي للعبه كره القدم للساق الواحده في مصر. كويس. وشغالين بقى على بدايه اول دوري محلي لكره القدم للساق الواحده في مصر. خلصنا 4 انديه. ما هو لسه هسالك، دوري محلي يعني احنا عندنا انديه كتيره، ايه الانديه دلوقتي البوتنشال ان هي تهتم او تدخل عندها اللعبه دي، وايه اللي عندهم بالفعل؟ احنا عندنا دلوقتي 4 انديه: نادي بيراميدز، نادي المقاولين العرب، نادي الزمالك، نادي زد. واحنا انا امنيه حياتي ان النادي الاهلي لان النادي الاهلي رائد الكره الأفريقية والعربية، نادي من أعظم الأندية في مصر، نادي كبير جدا بحجم وشعبية النادي الأهلي. ما ينفعش إن هو ما يشتركش في رياضة كرة القدم للساق الواحدة. بناشد الكابتن محمود الخطيب، بقول له يا كابتن بيبو زي ما حضرتك شفت نجم من نجوم كرة القدم للساق الواحدة بيوصل إن هو ياخد جايزة ذا بيست بوشكاش لجايزة أفضل هدف في 2022. حلمنا إن يبقى عندنا فريق في النادي الاهلي وابقى انا كابتن النادي الاهلي، ده حلم من احلامي. انا يمكن راجل محترف في الدوري التركي بس بحلم بتيشيرت النادي الاهلي، وحلم مشروع وهفضل وراه لحد ما احققه ان شاء الله. كمان عندنا فئه كبيره في اسكندريه
بناشد الباشمهندس محمد فرج عامر، نادي سموحه، الباشمهندس محمد مصلحي، نادي الاتحاد السكندري. يا جماعه احنا عندنا نجوم كتير وعندنا مواهب كتير، عندنا لعيبه كتير في محافظه الاسكندريه نفسهم يبقى عندهم نادي ويشتركوا في اول دوري. زي ما قلت عندنا كمان بقى، ده خبر حصري لبرنامج 10 الصبح، بقى عندنا سفير لعبه كره القدم للساق الواحده الكابتن محمد زيدان، النجم منتخب مصر السابق ونادي بروسيا دورتموند. ده زي بولندا بقى ليفاندوفسكي زي ما بنتكلم. روبرت ليفاندوفسكي هو سفير لعبه كره القدم للساق الواحده في بولندا. عندنا كمان كابتن محمد زيدان، انا بشكره جدا وبقول له احنا كلنا بنحبك وكلنا مبسوطين وفرحانين ان انت امنت بينا وباللعبه وان انت حابب تدعمنا. جميل. طيب تعالى بقى طبعا. على ذكر تركيا واحترافك في تركيا، ما تكلمنا كده على التجربه دي من اول الفرصه جات لك ازاي، وايه اللي مريت بيه طول الفتره الاخيره دي؟ بص يا استاذ كريم، انا كان البدايه ما كانش يعني اول ما بدات تاسيس اللعبه في مصر بمساعده زملائي كابتن سيف سلامه وكابتن عبد الله مصطفى، ما كانش في دماغي فكره الاحتراف على قد ما كان في دماغي الاول ان انا اسس اللعبه في مصر واللعبه تاخد شعبيه كبيره، وكان في دماغي ان انا اعمل فيديوهات تحفيزيه للشباب من ذوي الهمم اللي حصل له ابتداء وتعرض لابتلاء وتعرض لحادث ومش متقبل الموضوع نفسيا، فان هو يشوفني كمثال ان انا بجري وبلعب وبتنطط وبتنجح وبحقق بطولات فياخدني حافز ليه ويبدا يخرج من الحاجز النفسي، لان احنا عارفين ان اكتر حاجه تخرج الشخص من دايره النفسيه ودايره الاعاقه الرياضه. صح. ان هو يمارس رياضه وان هو يبقى شخص ناجح في في المجتمع. فالناس بدات تشوف الفيديوهات في تركيا، الفيديوهات بتاعتي تنطيطي بالكوره ولعبي، ويكلموني بتواصل معايا ثلاث انديه هناك، نادي بورساسبور ونادي عثمانلي ونادي بلديه ازمير، وانتقلت لنادي بلديه ازمير لعبت معاهم اول دوري كانوا لسه صاعدين من الدوري الدرجه الاولى للدوري الممتاز، عملت شغل كويس معاهم. بعد كده انتقلت لنادي بلديه ازمير، تطرقت معاهم بقى، فضلت برونز دوري التركي وبرونز كاس تركيا. الدوري التركي يا استاذ كريم من اقوى دوريات العالم في كره القدم للساق الواحده، في ثلاث دوريات، دوري ممتاز، دوري درجه اولى، دوري درجه ثانيه، الدوري من معناه ان في اهتمام كبير هناك بالفئه دي. في اهتمام كبير جدا بلعبه كره القدم للساق الواحده، كمان فاتحين الاحتراف من كل جميع انحاء العالم. في انا معايا بدليل وجودك انت كمان. انا انا فرقتي انا مصري ومعايا زميلي من نيجيريا ومعايا اثنين لعيبه من انجولا وواحد من تنزانيا، وفتحين الاحتراف بشكل كبير. انت ازاي سافرت يا محمود؟ يعني انت كنت بتلعب في مصر وبعدين خدت فرصه هناك ولا لا؟ عشان انا مش فاهمه دي. انا بدات زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت بتكلم ان انا عندي عندي الملكه وعندي الموهبه. كويس. بس ما كانش لسه في انديه في مصر، لسه ما فيش جهه معاها. بس الناس هناك في الدوري التركي تواصلوا معايا. يعني انت اول حاجه بداتها في الدوري التركي. لا، انا اول حاجه بداتها هنا عملت بس مباشر على الفيسبوك، هو من خلال الفيديوهات ومن خلال في تركيا. انا بتكلم على اللعب، اول ما ابتديت تلعب كان هنا ولا كان هنا؟ لا كان هنا، اسست اللعبه هنا في مصر. و على مستوى مش احترافي، على مستوى كده، على مستوى على مستوى المحلي، ان احنا يبقى عندنا اللعبه موجوده ونبدا نخاطب وزاره الشباب والرياضه ونخاطب اللجنه البرلمبيه. وبالخصوص حابب اشكر الدكتور حسام الدين مصطفى والكابتن عماد رمضان والدكتور اشرف العجيلي في اللجنه البرلمبيه، ناس بصراحه واقفين معانا وبيدعمونا، خطه انهم امنوا بيكوا، دي نقطه مهمه قبل اي حاجه. لا كمان ان هو ياخد خطوه انشاء لجنه تدير اللعبه لحين انشاء الاتحاد، هو كده بيسهل لي العقبات. صح. ان انا ابدا استعد بشكل قوي لبطوله افريقيا ويبقى عندنا نشاط محلي. احنا كمان ان شاء الله هنستضيف بطوله افريقيا 2023 في مصر في شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. بمشاركه كام دوله هنا؟ بمشاركه 22 دوله. 22 دوله بالظبط. طب واحنا كجاهزيه، احنا عندنا سكواد تقريبا قد ايه؟ احنا عندنا سكواد كبير الحمد لله، عندنا مواهب كبيره، عندنا كمان شباب. لا احنا عندنا ما يقل عن 160 لاعب من جميع المحافظات. احنا لعبتنا نفكر الناس بيها، احنا لعبتنا سباعي، ست لعيبه وحارس مرمى، اللاعب بيبقى عنده بتر او اسر في ساق واحده وباقي الجسم سليم، حارس المرمى بيبقى عنده مشكله في ذراع واحد عشان يبقى فيها التوازن ما بين اللاعب وما بين حارس المرمى.
ولعبتنا من شوطين كل شوط 25 ما فيهاش تسلل، ممنوع تلمس الكرة بالعكاز، فيها تغييرات مفتوحة زي الهاندبول، كمان فيها وقت مستقطع لمدة دقيقة كل شوط بيحتاجه المدرب. احنا عندنا سكواد كويس، عندنا لعيبة زي ما قلت كابتن سيف سلامة واخد جايزة أفضل حارس، قابلناه قبل كده ونورنا هنا، واخد جايزة أفضل حارس في أفريقيا السنة الأخيرة. عندنا مهاجم منتخب مصر كابتن عبد الله مصطفى جامد جدا، أحرز أهداف البطولة اللي فاتت بشكل كبير، مسجل 6 أهداف. عندنا نجوم كتير، عندنا كابتن أحمد إبراهيم صخرة الدفاع، هو كابتن مصطفى محمود خط النص التقيل قوي، كابتن ابراهيم بدوي، كابتن زاهر محمد، مش عايز انسى حد، كلهم نجوم. عندنا بقى شباب لسه طالع، نور الدين، احمد عزت، فارس، محمد وائل، وعندكم كمان يعني كره القدم الساق الواحده النسائي. انا فاكره ان انا عملت معاك تقرير خارجي، وصلت لفين دلوقتي؟ انا يعني مجازا انا كملت ان انا حبيت انشر كمان اللعبه للكرة النسائية، لأن زي ما شفنا منتخب البولندي ومنتخب غانا ومنتخب نيجيريا ومنتخبات الأفريقية بدأت دلوقتي تشتغل على كرة الساق الواحدة، مش بس للرجالة لا وللسيدات كمان، ويبقى فيه منافسات ويبقى فيه بطولات إن شاء الله ليهم. كل ده جميل، كل ده جميل، وفكرة إن فيه مستجدات من شأنها تدعيم اللعيبة اللي بيلعبوا أو اللي بيمارسوا الرياضة دي، خطوات كلها هايلة. بس هي سؤال، هي ليه الخطوات دي اتأخرت؟ يعني انا ملاحظ من كلامك انت بتقول ايه، انا حاولت ان انا ما معناه اخلق وجود بشكل او باخر للرياضه دي في مصر، وبعد كده بعد ما خدت خطوات في هذا الاطار ابتديت اتجه ليه كره القدم للساق الواحده النسائيه. طب هو من زمان ليه ما كانش في حد مهتم بالملف ده؟ ما كانش فيه اهتمام يا استاذ كريم، لان دايما بنشوف رياضه كره القدم صناعه، وصناعه يعني بيزنس، بيزنس يعني رعايه. فاحنا الناس دايما بتبص لمنظومه ذوي الاحتياجات الخاصه ان هو انا مش هقدر اصرف عليه فلوس عشان خاطر ممكن ما يجيبليش المنتج وما يجيبليش العائد المتوقع، العائد المتوقع، بل بالعكس احنا الموضوع مختلف تماما. كره القدم زي ما قلت لحضرتك صناعه كبيره، بدليل ان دوله زي تركيا انت بتقول عندهم ثلاث دوريات زي ما قلت لحضرتك، هم اكيد يهمهم برضو فكره الرعايه وفكره العوائد الى اخره. يعني انا دلوقتي نفسي الفكره دي تتغير في مصر، نفسي وامنيه حياتي ان انا العب في نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاهلي. انا حلم حياتي، انا معروف بان انا مشجع اهلاوي، بيتي النادي الاهلي، امنيه حياتي تيشيرت النادي الاهلي رقم 10 رقم كابتن بيبو راسم على تيل قوي. طبعا يمكن انا تواصلت مع الباشمهندس محمد زكريا سراج الدين، وتواصلت كمان مع سياده النائب محمد الجرحي، اتكلمت معاهم ان هم نبدا نفتح الموضوع مع الكابتن بيبو. الناس مرحبين، بس كان في الفترات الاخيره كان في قصه كاس العالم للانديه، وكان في يعني وعدوك ادوا لك كلمه ان شاء الله ممكن ده يتحقق. بس انا بقول لهم يا جماعه احنا ما ينفعش اول دوري لكره القدم للساق الواحد ده يبدا وما يكونش موجود فيه النادي الاهلي. النادي الاهلي منظومه كبيره جدا، كره القدم للساق الواحده هتبقى صناعه كبيره ورياضه كبيره، هنشوف من خلالها حاجات جميله وابطال عظيمه. عايزين يبقى عندنا دوري قوي نطلع منه منتخب قوي يقدر ينافس ويجيب كاس العالم. حلو الشغف اللي عندك ده محمود، يعني انت ما اكتفيتش بكونك مميز في الرياضه دي وكابتن يعني منتخب مصر فيها، لا ده انت كمان عندك شغف وعايز ترسخ الرياضه دي اكتر واكتر في البلد. لما تحب حاجه يا استاذ كريم بتبقى نفسك تحقق كل حاجه فيها، بتبقى يعني طماع، طماع في نجاح، طماع في انجازات، طماع في ان انت توصل للي بتحلم بيه، طماع ان انت تلعب في النادي اللي انت بتحبه وبتشجعه من صغرك، الطمع في الانجازات والطمع في الحلم مشروع. وبتمنى ان انا احقق كل احلامي، عندي احلام كتير، في منها اللي اتحقق وفي منها اللي هسعى ان شاء الله ان انا اوصل. افضل ورا حلمك، يعني الاحلام انا بحس ان هي بتيجي بالعند، طول ما انت عاند وهحققك في الاخر هتوصل. فانا اعتقد دي اكتر حاجه اللي هي الاصرار على تحقيق الحلم بيوصلك. كمان يا استاذ نهاوند اصل برضه ده مش حلم لوحدي، انا عندي 160 لاعب متعلقين في رقبتي، حلمي ان انا اوصلهم، يبقى كل لاعب وانا بوجه لهم رساله على الهواء
انا حلمي وحلم الكباتن اللي شغالين معايا على اللعبه، كابتن سيف سلامه وكابتن عبد الله مصطفى والباشمهندس خالد عبد الحفيظ والاستاذ ساره سمير والاستاذ محمد عادل حسني، احنا حلمنا ان احنا نخليكم كل لاعب فيكم متسجل في نادي، كل لاعب فيكم عند نادي بيتمرن في نادي وبيشارك في كل المنافسات. لعبتنا مش حكر على حد، لعبتنا بنرحب بكل الناس. احنا كمان عندنا اكاديميه، اول اكاديميه في الشرق الاوسط، اكاديميه سمير وعلي لكره القدم للساق الواحده، اللي هي من خلالها بنرحب باي لاعب من جميع المحافظات ان هو يجي. هنعمل دي اكاديميه مدفوعه الثمن يعني بقى ليها مجانيه. الاستاذه ساره سمير اللي عايز اشكرها شكر كبير ان هي واقفه معانا وفي ظهرنا، عملت الاكاديميه بمجهودها. الاكاديميه مجانيه. دي نقطة حلوة على فكرة. طبعا احنا بنستقبل الشباب، نبدأ ولاد وبنات ولا ولاد بس؟ ولاد وبنات. تأهيل نفسي، تأهيل بدني، وبنبدأ نشتغل معاهم ذهنيا الأول، نخرجوا بقى من دايرة ان انت حد من شخص من ذوي الإعاقة. لا، انت لازم توصل، لازم تشتغل على نفسك، لازم تبقى حافز. وبقول لكل الشباب، انا مش عايزك تبقى واخد محمود مثل اعلى، لا، انا عايزك تبقى احسن كمان من محمود، وتوصل وتعدي وتحقق كل اللي بتحلم بيه عشان تبقى مشرف لنفسك، تشرف نفسك وتشرف اهلك وتشرف كل الناس اللي بيحبوك. حلو. ترى الفتره الجايه، وخلينا نختم معاك بالسؤال ده، هل في ماتشات وديه مثلا؟ هل في معسكرات ناويين عليها قبل انطلاق فعاليات البطوله الافريقيه؟ انا ده الطلب ده انا بوجهه للجنه البرلمانيه الدكتور حسام الدين مصطفى، كابتن عماد رمضان. احنا حابين بعد بدايه الدوري ان شاء الله هيبقى في دوره مجمعه، ويبقى عندنا ماتشات دوليه نستعد بيها لبطوله امم افريقيا اللي جايه. عندنا لعيبه جامده جدا، بس محتاجين ان احنا نشتغل في كل المحافظات. هو لازم يبقى فيه وديات وتجهيزات. طب ما انت هتروح البطوله كده. انا حابب من استاذ كريم واستاذه نهوان ان انتوا تخاطبوا الانديه معايا، ان احنا يبقى عندنا اكتر من 15 او 20 نادي يفتحوا ببانهم لكره القدم للساق الواحده، عشان يبقى عندنا منافسات قويه وكل لاعب اللي بيحلم بيه يحققه ان هو يشارك. وعندنا نواة كويسه، انت بتتكلم ان في اكتر من 160 لاعب قابل للرقم ده للزياده بطبيعه الحال. طبعا حال وجود منظومه متكامله للفئه دي من لعيبه كره القدم. بالظبط. ان شاء الله. لا، هنتابع اكيد، انا اوعدك طبعا يعني مع اللجنه البارالمبيه، ونشوف بالظبط ايه اللي هيحصل. ان انتم محتاجين، وده اقل ما يعني يتم طلبه او تقديمه. بصراحه طبعا. واحنا ان شاء الله بندعي كاميرا 10 الصبح ان هي تنورنا في تمرين. اجي لك تاني، ما انا جيت لك من سنه يا استاذه. ده ايه الطمع ده؟ ده بيتي. وانا بشكركم ان انتوا دايما في داعمين لينا. طبعا وفاتحين طبعاً لنا شرفنا كمان. باب النادي الاهلي وبرنامج 10 الصبح دايما بيدعمنا، ودايما واقفين في ظهرنا، دايما بيكلمونا عشان يجوا يصورونا، بيقولوا لنا احنا في ظهركم. لان الانسان بيبقى محتاج ايد تشده، ايد تتمدله عشان يحقق كل الانجازات اللي بيحلم بيها. انا بتفق معاك. وانت عندك كام سنه محمود تحديدا؟ 33 سنه. 33. مش ناوي برضو تتجوز بقى؟ سريعا كده هنختم بقى بده علشان نبقى عارفين برضو عنك على المستوى الشخصي. اكيد ما فيش حد ما بيحلمش ان هو يرتبط عاطفيا. بس انت شكلك اصغر، انا افتكرتك هتقول حاجه 20. بس انا حاليا مرتبط بكره القدم. يا عيني، شفت انت رد الفنانين ده؟ ماشي يا لعلمك محمود نمس، وفي حاجة هو مش حاكينا عليها. أنا حاسة كده. نمس وذئب. تركي ولا مصري؟ ربنا يوفقك ويسعدك يا رب، ويكتب لك الخير في الرياضة وفي حياتك الشخصية كمان. هنشوفك قريب إن شاء الله، ولما نشوفك مرة تانية محمود يبقى عندك إنجاز كمان مختلف بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. هنروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم فقراتنا، خليكم معانا.